يامازاكي رجل عصابات لديه ميول سيكوباتي. الهدوء والثقة في آن واحد هو ما يميزه. قاتل هستيري. هذه السلوكيات الوحشية كانت بسبب من رؤية والده يموت بأسوأ طريقة ممكنة. من اللافت للانتباه كيف أن يامازاكي يحتفظ بشبهة يده اليمنى في جيبه، لأن زعيمه كان يمتدح ذات مرة قوة تلك القبضة ويستخدمها فقط لتقنيات خاصة. عاش يامازاكي يتيما في ضواحي أوكيناوا. كانت حياته حياة بائسة ومملة، خصوصا مع قيام القوات الأمريكية بدوريات مستمرة في بلدته، إلى أن لمح رئيس ياكوزا يرتدي ملابس جيدة يدعى سوريماتشي. رغب يامازاكي في أن يكون مثل الرجل الذي رآه، وغادر مدينته وانضم إلى المافيا. في نهاية المطاف، كان يعمل في ظل سوريماتشي، الرجل الذي اعجب به كأب بديل، ووجد السعادة لأول مرة في حياته كحارس شخصي له. لسوء الحظ، فإن عدم ارتياح يامازاكي خلال رحلة عمل مصيرية إلى أوساكا إلى جانب رئيسه كان بمثابة كمين من عصابة منافسة، ومن هناك تعرض رئيسه سوريماتشي للتعذيب والقتل. ولدت صدمة موته الآن المتغيرة المجنونة ليامازاكي. على الرغم من أنه ليس لديه ذاكرة تذكر عن ماضيه بعد هذا الحادث، إلا أن يامازاكي قتل منافس رئيسه وهرب من اليابان إلى هونغ كونغ. وهو لا يزال وسيطا مؤثرا، تاجرا للأسلحة والمخدرات، هو عادة على خلاف مع هون فو، الذي يحاول اعتقاله. بعد 10 سنوات، 1995، انضم إلى المافيا الصينية. يتم اعتقال يامازاكي من قبل السلطات المحلية، لكنه يتفوق على الشرطة ويهرب. ولا يزال هاربا من القانون. بناء على أوامر ديز، طلب بيلي مشاركة يامازاكي في بطولة وطالب بحصة مضاعفة من الجائزة. خلال البطولة تم الكشف عن أن يامازاكي هو واحد من هاكسو، قبيلة فرقت الكوسوناجي والياساكاني ياغامي بقتلها لزوجة أحد زعماء ياساكاني وتلفيق التهمة للكوسوناجي. لا يريد أن يتورط مع أوروتشي وهاكسو، وقد تم توبيخه لعدم اهتمامه خلال أحداث 97 بسبب عناده. تمكن من الاحتفاظ برشده ضد شعلة نفوذ الدمي أوروشي، كلما صادف أي نسخة من فريق جديد في أي مباراة من مبارياته، يضحك يامازاكي عليهم بشكل هستيري خلال تسللاتهم الخاصة.